معهد التخطيط القومي عقد امبارح أولى حلقات الصالون الثقافي تحت عنوان الصحة النفسية ثقافة مجتمع وشجاعة مريض ضمن الفعاليات العلمية للمعهد، وده بحضور السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي. الفعالية ركزت على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرض النفسي، وإنه مش وصمة عار بل هو ألم يجب احتوائه والتعامل معه. من الوقت للتاني بيتعرض الإنسان لمجموعة من الضغوط والأزمات في حياته بتأثر على حالته النفسية، سواء كانت يعني ضغوط وأزمات داخلية على مستوى البيت والأسرة والشغل وغيرها، أو ضغوط خارجية زي طبعا المشاهد اللي بنشوفها في قطاع غزة، الأطفال والخراب والدمار. كل ده بالتأكيد ليه تأثير سلبي على الحالة النفسية، ومن هنا بيجي دور الدولة واللي بتنظم من خلال المعهد القومي للتخطيط ندوة بعنوان الصحة النفسية، بتقدم فيها روشتة علاج لكل الحالات النفسية ونقاط الضعف، وإزاي نقدر نقوي نقاط القوة علشان نعيش حياة مستقرة. اللي احنا بنحاول نقدمه النهاردة هو ان بنوعي الناس اكتر وبنثقف الناس اكتر وبنتناقش حول موضوع الصحة النفسية كأحد جوانب، لان الناس كلها بتبقى دايما الصحة، مفهوم الصحة هي الصحة البدنية والامراض، لكن مش واخدين بالنا قوي من موضوع الصحة النفسية. كلنا ملاحظين ومتابعين وعايشين في الضغوط اللي احنا شايفينها والصور اللي بتنقلها لنا وسائل الاعلام كلها مما يحدث في غزة وما يحدث من حروب وصراعات واقتتال، ويعني حاجات كلها بتأثر بشكل كبير. كمان الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اللي احنا كلنا عايشينها مش في مصر بس، على مستوى العالم. فالقضية قضية مهمة، قضية مطروحة بشدة، واعتقد ان توقيتها مناسب جدا ان احنا نناقش هذه القضية النهاردة. شهر أكتوبر اللي هو شهر الصحة النفسية والاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، بنختتمه بهذا الحضور في هذا الصالون الثقافي، بنتكلم فيه عن التعب النفسي والمرض النفسي وازاي نكسر وصمة العار. النهاردة نوع مختلف، صالون ثقافي فيه من الحضور من الشريحة المثقفة الواعية، بنفتح معاهم أيضا هذا الموضوع، لأنه الحقيقة المرض النفسي أو التعب النفسي ده مش مقصور على شريحة بسيطة، هو على كل الشرائح. فاحنا بنطرق كل الأبواب وبنحاول كمان أن احنا نستنبط من الأفكار، بناخد من الحضور من خلال المناقشات ما يمكن أن يبنى عليه للقادم. الهدف من الندوة دي والهدف من وجودنا في معهد التخطيط ان احنا بنرفع الوعي بتاع الانسان المصري بان حالتك النفسية مهمة جدا، وكفاءتك النفسية مهمة جدا، وقدرتك على التعامل مع هذا الكرب المستمر مهم جدا. مهم جدا ان انت تتعامل مع الكرب بصورة جيدة، بمعنى ان انت لا تستسلم لهذا الكرب، بمعنى ان انت انا متضايق على موضوع غزة بس هنزل اشتغل، انا متضايق على موضوع غزة بس هنزل اخد ولادي واخرج، انا متضايق على موضوع غزة بس هنزل اروح سينما. يعني قصدي ما فيش ما يمنع ابدا ان انت تقاوم هذا الكرب بانك تحاول تعيش حياة طبيعية. الجزء الثاني مهم جدا، فكره ان انا ابقى عيني على زي ما عيني على صحتي البدنيه اللي هو ضغطي وسكري والكلام ده كله، لازم يكون عيني على صحتي النفسيه، لازم يكون عندي كفاءه نفسيه، بمعنى ان انا احس امتى ان انا محتاج مساعده نفسيه، امتى محتاج ان انا ازور دكتور، امتى محتاج ان انا اعمل فعاليات جوه معايا مع عيلتي مع اولادي عشان اخرج من الحاله المزاجيه السيئه دي.